الخلطة العجيبة أحدث في واحد هو عبارة على زيوت مخلطة مع بعضها متنوعة باش تعطي للشعر نعومة وتكثفه وتطوله وترطبه بالكيراتين الطبيعي، خليط ممتاز جدا وبتجربة الناس ويعني الخلطة العجيبة 11 في واحد مزيج من الزيوت الطبيعية، في 11 زيت في علبة واحدة، مزيج متكامل متناسق بالكيراتين الطبيعي، يعطي الشعر نعومة يقويه يطوله ويرطبه ويكثفه، ممتاز جدا بتجربة الناس، يعني تعليقات الناس شوفوها خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بالذات في التيك توك في باج متاعنا، برشا ناس شاكرينه. والباقي فيه في 11 زيت، يعني ما يحتاجش زيت آخر، خليط متكامل كما قلت لكم. فيه زيت الافوكادو، الارجان، جوز الهند، السمسم، الحبة السوداء، الخروع، اللوز الهندي، الثوم، الزيتون والجوجوبا. كما تشوفوا يرطب الشعر، يفيد ويفيده ويصلحه خاصة من الضرر، يغذي البشرة، زيادة يمشي البشرة دون التشحيم، به يحارب القشرة، يؤخر شيخوخة الجلدة ويرطب، وتنجم تستعمله حتى مساج. وهذه ترجمة باللغة الفرنسية، الانجليزية والروسية. الحجم 500 ملل والمنتوج تورسي كودابار 619. هذه المنتوج ياسر ياسر ممتاز. اللي يحب عليه ما عليه كان يبعث لنا اسمه لقب وعنوان ورقم التليفون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام يوتيوب، ما نقبلوش فيه الكماندات. واللي يحب يزورنا مرحبا بيه في بوتيك بيورايس اللي يلقاه قدام جامع الزيتونة ولا في بلفيو، يكفي انك تكتب في الجوجل ماب بيو رايس.